شوية أسئلة كده ونلعب مع بعضينا. يقولك شخصية تتأثر تأثرا عميقا بفعل الحبكة داخليا أو خارجيا أو الاثنين معا، ويحدث لها تغيير مهم في الموقف أو وجهة النظر أو في ذاتها كنتيجة لأحداث الحكاية. الحكاية اللي بتحصل دي، خلاص؟ طيب الصفات اللي لسه في الشرح ده، خلاص، تسمى إيش؟ الشخصية المزيفة، الشخصية المتطورة، ولا الشخصية المرفهة؟ تم ترارم تم تم